أما عن أدلة فرضية الصلاة فقد دل القرآن الكريم والسنة والإجماع على فرضية الصلاة. من القرآن الكريم أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قرن الله تعالى الصلاة بالزكاة في 82 آية من القرآن الكريم، تقدمت فيها جميعا الصلاة على الزكاة إلا في آية واحدة، يعني في جميع هذه الآيات تقدمت الصلاة على الزكاة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تقدمت الصلاة على الزكاة في 82 آية في القرآن الكريم إلا في آية واحدة تقدمت فيها الزكاة على الصلاة في سورة الأعلى، قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالزكاة المراد بها في هذه الآية زكاة الفطر، والمراد بالصلاة هنا صلاة عيد الفطر، ولذلك تقدمت الزكاة على الصلاة وهي صلاة عيد الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر: من أدها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات.